آلاف من المدنيين من مهجري عفرين وأهلها الأصليين، حيث يتم استهداف المدينة بشكل شبه يومي بالعديد من القذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة والتي أرهبت المدنيين الذين لا ينقصهم المزيد من الألم والمعاناة. ويمكن تلخيص التداعيات الكارثية لأي هجوم تركي على شمال شرق سوريا بالنقاط الآتية: تقويض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وإتاحة فرص ثمينة لا تعوض لتنظيم داعش لإعادة السيطرة على المناطق جغرافيا، وبالتالي انتقاله عبر تركيا إلى مناطق أخرى، وهذا هو الهدف الأساسي لتركيا، حيث يتم تحريرهم من السجون وإعادة عوائلهم وأطفالهم إلى تركيا، كما حصل في مخيم عين عيسى أثناء الهجوم التركي على سري كانية وتل أبيض. التسبب في هجرة جماعية أكبر من تلك التي سببتها حملات الحرب السابقة، لكون تلك المناطق تحتضن عددا كبيرا من نازحي المناطق التي احتلت سابقا، إضافة إلى سكانها الأصليين. وسيزداد العبء على المجتمع الدولي بسبب موجات الهجر الكبيرة. تعقيد الأزمة السورية أكثر وأكثر مع احتلال المزيد من الأراضي السورية، مما سيؤدي إلى التقسيم والتشتيت وصعوبة التوصل إلى الحلول السياسية. القضاء على التنوع الثقافي العرقي أو الديني من خلال جلب عوائل المقاتلين الأجانب والمهجرين من المناطق الأخرى ولإسكانهم في المناطق المحتلة، وبالتالي إعادة هندسة التركيبة السكانية لتلك المنطقة حسب خطة أردوغان المزعومة لإنشاء منطقة آمنة على طول الخط الحدودي، بهدف تغيير هوية المنطقة الثقافية التاريخية، وهذا يشكل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لكل العهود والمواثيق، وهو جريمة حرب وفق تعريف القانون الدولي. تحول تلك المناطق إلى أماكن استخدمتها المجموعات الإرهابية وخاصة داعش كجبهات خلفية لنشاطاتها الإرهابية سواء ضد مناطقنا أو ضد أوروبا والشرق الأوسط، وكان هذا ما ثبت خلال هجومهم الأخير على سجن الحسكة المحتلة، رغم عن إرادتهم وليس بشكل طوعي كما تدعي حكومة أردوغان التي تريد أن تلعب بورقة اللاجئين السوريين ضد معارضيها في المعركة الانتخابية. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بالتدخل لمنع أي حرب مقبلة وأي عملية احتلال جديدة تحضر لها الحكومة التركية الذي يريد استغلال الحرب في أوكرانيا، ورغبة كل من السويد وفنلندا بالانضمام إلى حلف الناتو بغي شرعنة حربه الجديدة في شمال وشرق سوريا واحتلال المناطق هناك وتهجير سكانها، وعلى المجتمع الدولي ألا يرضخ للابتزازات والضغوط التي تمارسها الحكومة التركية، بل المطلوب هو رفض سياسة الحرب وممارسة الضغوط والعقوبات على نظام أردوغان لدفعه إلى التخلي عن سياسة الحرب ودعم الإرهاب الجهادي ووقف مساعدة الميليشيات الإرهابية والانسحاب من عفرين وسري كانية وغيرها من المناطق السورية المحتلة. هذه مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي بأكمله تجاه ما يجري في مناطقنا من دول وحكومات ومنظمات دولية، وإلا فكيف يمكن تفسير تحدي أردوغان لإرادة المجتمع الدولي من دون رادع؟ وحيث